صباح الفل يا ايسو يا حياتي. صباح الفل يا ويسو. امسكي. ايه ده؟ سايب تليفون اللعبه هنا ليه؟ شيله ولا يجي عليه ميه يبوظ؟ لا ما هي باظت خلاص كده كده يا اسراء. كل حاجه باظت يا ايسو. انا خلاص قررت ان انا مش هلعب تاني. يعني ايه مش تلعب تاني يا وسيم؟ يعني خلاص يا ايسو انا عملت اللي عليا، لعبت مهمتين، مش هستنى بقى اخسر واحده واكسب واحده، واضح ان انا ما بقتش لعيب زي زمان. اوعى تقول كده تاني، انت احسن لعيب في مصر يا وسيم. لا يا اسراء لا. يلا بينا نبطل. انا امبارح كنت هعملها على روحي لما شوشو قالت انها حامل. يلا نبطل يا حبيبتي بقى وكفايه كده. على فكره يعني انت اخت كبيره للمدبولي ده، وهتبقي اخت كبيره كمان للبيبي اللي جاي، لازم تبقي قدوه. طب وافقت تساعدني من الاول ليه يا وسيم؟ انت عارف انت كده عملت ايه؟ يا عملت على روحي ولا ايه؟ لا انت طلعتني فوق السما ونزلتني على رقبتي. ما ينفعش فجاه كده تقولي انا مش هلعب تاني، انا شكلي بقى وحش قوي قدام شيماء. يرضيك شيماء تبقى عامله فيها كده؟ اعمل ايه يا حبيبتي، مش هينفع والله. وبعدين بصراحه كده انا عايز بقى اهتم اكتر بشغلي. شغلك؟ هو فين شغلك ده يا وسيم؟ انت ناس ان انت عاطل؟ ايه ده؟ هي المعلقه ما وقعتش ليه؟ المعلقه دي كانت بتقع زمان لكن دلوقتي لا خلاص. انا بقيت بشتغل في فندق كبير قوي قوي. فندق؟ انت بتسمي البنسيون اللي انت شغال فيه ده فندق؟ تعال شوف يا حبيبي الفنادق، لان واضح ان قعده البيت نستك شكل الفنادق. وعلى فكره مالك بيعطف عليك. ايوه بقول لك بيعطف عليك، انا شفت يعني ايه هو بيعطف. خلاص يا حبيبتي المطبخ ناقص يتطربق علينا. انا اسف يا اسراء، انا مش هينفع العب اكتر من كده بعد اذنك. بيعطف عليك بقى. مشينا كتير تعبنا كتير، مشينا لوحدينا بعيدنا عرفنا الخوف. ممكن يا استاذ وسيم توطي الهباب ده عشان فلق لي دماغي؟ اسف يا جريب خلاص. ايوه يا باشمهندس، انا ما استلمتش النافوره الراقصه لحد دلوقتي ليه؟ بتتعلم رقص؟ انت عايز تشتغل غريب؟ طب هغيرك يا باشمهندس. ايوه ممنوع النزول بالجنس والمأكولات. الشبشب عادي؟ عادي. ايه وسيم الهبل اللي بتعمله ده؟ هبل؟ بتسمي الصيد هبل؟ الصيد يا حبيبي علم الصبر، وانا صبرت صبر مازو اقسم بالله صبر جبل. جبل ايه يا وسيم؟ انا بتكلم على الهبل التاني. انت فعلا عايز تبطل لعب؟ عرفت؟ مش عايز العب تاني. فرصة وجات لحد عندك، ايه رأيك؟ مفاجأة مش كده ها؟ اسيبها لك يا عم، انا خلاص يا مازو رجعت شغلي وهبدأ اكتب تاريخ وسيم السريتي من جديد. مش احنا يا وسيم صدقني. ربنا خلق ناس عشان يبقوا موظفين وناس عشان يبقوا لعيبة، احنا اتخلقنا عشان نبقى لعيبة. يا سيدي انا فقري مالكش دعوة بيا، بس تقدر تقول لي يا مازو الواد كريم ابنك البقلة ده لو جه سألك يا بابا انت بتشتغل ايه هتقول له ايه؟ هتقول له بلعب يا كراميلا يا حبيبي؟ اكيد لا. ايوه صح. أنا إزاي ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده؟ يا وسيم أنت كلامك صعب قوي. أنت زي ما تكون اديتني قلم على وشي فوقني، زي ما تكون اديتني دش مية ساقعة قوي. لا ده هي اللي ساقعة قوي. ساقعة قوي صح؟ قوي قوي. أنا عايز أخش حمام من ساعة ما جيت. لعلمك يا مازن الواحد لما بيبقى قاعد قدام المية بيبقى فيه صفاء ذهن جميل كده، بعرف آخد قرار. أنا كل لما أجي آخد قرار هبقى أقعد هنا عشان تبقى عارف أنا رامي هنا كيلو بولتي من الصبح ما اصطدتش منه ولا سمكية بس مبسوط. قول لي ليه؟ ليه؟ عشان عايش مش عالة على حد. عندك حق، احنا فعلا عالة وملناش لازمة. احنا مراتاتنا هي اللي بتصرف في البيت وبتأمر وبتنهي، احنا حيالله بنطلونين جنس في البيت. يغور اللعب يا وسيم، انا مش هلعب تاني. يغور اللعب قصاد ان ارجع راجل في بيتي. يغور اللعب قصاد ان انا ارجع اقمر وانهي في البيت وانا اللي اصرف على بيتي. يغور في 60 داهية. احنا ماشيين صح يا وسيم، برافو عليك. اقعد انت اصطاد هنا في الترعة وانا هرجع بلدنا ازرع واحلب. شكرا يا وسيم انك فوقتني. استنى يا مازو انا ما اقصدش. لا 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 انت عندك حق يا وسيم، انا حد وحش، حد وحش قوي. يا مازو انت مش حد، انت حد قمر. يلا لا اخويا يلا في ايه؟ احنا ما ينفعش نتفرع عن بعض ابدا. لا لا انا مش هلعب تاني. لا هتلعب تاني يا مازو لعلمك، ومش بمزاجك على فكره. ما تضغطش عليا بقى يا وسيم. لا انا بضغط عليك، انا هلعب تاني مش عشان اخلي اسراء تعدي شيماء وتعلم عليها، لا انا هلعب عشان انا اللي اعلم على اسراء. يعني انت مصر؟ مصر. طب الطف الطف دي تبحث. انت الطف تبقي الطف. صح انا الطف. ايه اللي انت بهبب هباب ايه؟ لا من فضلك انا دلوقتي جارك في العماره، يعني شير هولدر، يعني من حق استخدم مدخل العماره زيك بالظبط. يدخل عليك حنس براسين ياكلك يا بعيد. وجوز الخيل الامامير بيعملوا ايه؟ طبعا ما انتوا متعودين على الترع اللي انتوا متربيين جنبها. ليه يا رب كده؟
ليه يا ربي اسكن والاستعمارة تقل من امتي؟ السلام عليكم. يا هو انت انا فاكرك انت اللي كنت بتغني في البلكونه وكنت عايز تسحب 50,000 وكان حسابك زيرو. لا زيرو ايه ده، ده في البدايات كنا لسه بنسخن، دلوقتي انا حسابي فيه كتير قوي. يلا يلا امسك. أيوة في 200,000 لسه نازلين حالا، وهتلاقي في حسابي من الاول كان فيه 8 جنيه يبقى كله 200,000 و8 اسحبهم كلهم. يلا شوف كل مره بس بتقعد تقول فيه فلوس في الحساب وبيطلع شكلك وحش ويطلع في الاخر زيرو. ايه ده، ده في فعلا فلوس في الحساب. انا يا رب بس اللي خلاني اشتغل في بلد. هات هات حلاوتك حلاوتك حلاوتك، حلو قوي. ادي 200 ادي 400 تمام قوي تمام. يلا اعمل لي بقى ايداع بالمبلغ ده. نعم رجعهم لحسابي. هو انت يا استاذ ما خلينا اطلعهم اهويهم لك يعني؟ انا حر يا سيدي، فلوسي وانا حر فيها، اودعهم اسحبهم اغسلهم انا حر. ماشي يلا ماشي. 200,000 ل 400 200,008 200,008 ل 400. طب حضرتك تقدر تقول لي مصدر الفلوس ايه؟ مصدر الفلوس انت. انا حضرتك كده هتجيب لي مصيبه. مش انت اللي لسه مديهم لي، يبقى انت مصدرهم يا استاذ. مصدرهم ده يعني كسبتهم مقابل ايه؟ انت مالك انت كسبتهم مقابل ايه يا سيدي؟ انا سالتك مثلا انت جبت شبكه بكام، سالتك اسم مراتك ايه، ما انت كده بتتدخل في اللي مالكش فيه يا استاذ. ده البنك هو اللي بيسال. ما هو البنك بقى بيقعد يسال يسال، وفي الاخر لما اقول لكم غنيت في البلكونه بتزعلوا. بص انا هكتبها كده كده غنيت في البلكونه، وانا وانت ان شاء الله نتحبس يا رب. برافو عليك. أسعدون. الفلوس نزل في الحساب. اجتماع توزيع الغنائم بعد نص ساعة عندك في البيت. يلا. امسك يا زكريا. نصيبك من المكسب. ملوش لازمة موزة، أنا ما تعبتش، أنا ما عملتش حاجة ده كله يعني. لا زكريا الحق حق، أنت عايز ناكل حقك؟ يا فينك يوم ما تيجي تشوف زكريا مع 400 جنيه. قلت لك تلعب معايا وأنا هنغنغك. أنا سمعت الجملة دي فين قبل كده؟ لو فتحت بقك هديله نصيبك. انا اخرس ما بتكلمش. وبعدين تعالى لي هنا، فين المكسب بتاعي؟ لا شيمو، ما انت مالكيش مكسب المره دي. نعم عقابا ليكي على السنه ونص اللي لعبتيها من غيري. عداله عداله كده، نقسم بقى بيننا وبين بعضينا. لا ما انت كمان يا سعدون مالكش مكسب المره دي. ليه انا عملت ايه انا؟ عقابا ليها على السنه ونص اللي لعبتها من غيري. غلطان انا، غلطان انا، عايزك تسامحني عشان خاطر سعدون. يا ذنبها ايه؟ وكمان انا وعدت تهاني ان هدخل بامبرز البيت النهارده. وسلفني سلفني انت من نصيبك مش مهم. لا ما هو انا كمان ماليش في المكسب. انا هاخد الفلوس كلها اعمل مشروع ستاره. هتاخد كل فلوسنا عشان تعمل بيها مشروع ستاره؟ طب ما نروح الوكاله ونجيب قماش اسحب. يا بني ادمه، هنعمل مشروع ستاره نخبي وراه فلوسنا عشان البنك لما يسالنا من اين لك هذا وجبت الفلوس دي منين نقول له من المشروع. الله فكره حلوه بره الصندوق. طب ايه هو المشروع اللي هنعمله؟ احنا هنفتح سنتر تعليمي. تعليمي من اني ناحيه؟ ده انت حته مدرس كمبيوتر فاشل، وده مدرس موسيقى فاشل، يعني اخركم تفتحوا سايبر. لا ما احنا مش هندرس لوحدنا انا وهو، كلنا هندرس في السنتر. اي حد بيفهم حاجه في اي حاجه هيدرسها وهتمشي. يا مازو لو سمحت ممكن تدوس على زرار مخك وتقول لنا مين اللي هيمسك السنتر؟ هضطر الجا لاكتر شخص ما كنتش عايز الجا له. بس حلو كده. تسلم ايدك. ما عندكش توك توك اوسع من كده شويه؟ بقول لك انا همشي 8، عدي عليها 8. يلا اتكل على الله. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. اهلا اهلا اهلا. يا صباح الخير يا مستر وسيم. صباح الفل يا مستر بسيوني. انت لسه جاي ولا ايه؟ لا لسه جاي ايه، انا جاي من الصبح رشيت ميه قدام باب الاوتيل وبخرت العتبات وشغلت أدعية دينية ونزلت الأمن حوالين المنطقة اللي فيها الفندق علشان يأمنوا الجست اللي في الأوتيل. بس هون احنا عايزين نحمي الفندق من الجست اللي جوه الفندق. ايه رأيك في الورد ده؟ يا صباح الورد والفل. عرفت منين بقى يا مستر وسيم ان انا بحب الورد؟ بقولك ايه، مفيش اخبار جديدة بقى عن المهمة؟ انا اصلي مشتاق للفوز. اشتغل الفوز ايه يا بسوني؟ ده انت اول واحد وقعت في التيم بتاعي امبارح. انا كنت ضحيه توته حلوه. ايوه المفروض ان اتعامل على اني من ضحايا الحرب. الدور والباقي بقى على اللي ضحكوا على كلمه انا حامل. وكلمه انا حامل دي من شويكار شويه؟ شويكار حامل تاني منك يا بسوني؟ ازاي؟ يا ريت طلع حمله حقيقي.
يعني ايه؟ طلع حمل كاذب. كاذب؟ حماتك يا سيدي حبت توفر، بتحط القرش على القرش عشان تأمن مستقبل ابننا بول اللي ربنا يحرسه، فراحت لدكتور أطفال، كانت فاكرة إنه أرخص من دكتور الكبار، المفروض بقى إنها تروح لدكتور أمراض نساء ولاده. المفروض بقى تاخدها أنتوا الاتنين وتروحوا لدكتور مخ وأعصاب، يا مالت أنت ومراتك، اتفضل قدامي على الفندق. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بسوني، أنا مش عارف أعمل فيك إيه أكتر من كده والله العظيم. مصيبة. أنت اتجننت ولا إيه؟ يلا. ما تعملش عبيط. يلا. أنت يا عم التخير أنا مش بكلمك. الورد ده جايبه منين وبكام؟ أنا كل حاجة لازم أعرف تمنها. بقولك إيه؟ اتكل على الله فرشتك دي بقى اللي إحنا مش عارفين بتبيع فيها الحاجات بكام ومنين فعلا، يلا بينا. أنت شكلك عايز تتضرب بطعم الحلل أبو 68. مستر موزو، الورقة جاهزة. ظبطت الورق زي ما قلت لك؟ ظبطت الورق، الورق بتاعك ملفوف لفتين. بس لفتين دي اتلخبط برضو يا عصفورة. حلو، أنا كنت عامل حسابي إنك هتقول كده. شكلك جبت ده. ده ليك أنت؟ اختار منه ده ليه هو. يعني ده ورقه وده ورقي. حلو ده، منطقي اكتر. مستر سعدون يلا القرعه جاهزه. تعالي بجر تهني بس. تعالي تعالي. ازيك يا مصر؟ ازيك يا سعدون؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك يا مصر؟ دي قرعه هنسحبها انا وانت عشان نقسم المواد اللي هندرسها علينا. طب بقول لك ايه؟ ما بدل قرعه ونمد ايدنا، طب ما كل واحد يختار المواد اللي بيعرف يدرسها وخلاص عشان ما نتشقلبش. يعني غشك يا سعدون؟ لا. يعني اخد انا المواد السهله واديك الصعبه؟ لا عمرك ما تعمل. يعني اجي على حقك؟ لا عمرك. اجي على حقه؟ طبعا لا. طيب يلا يلا يلا. انت هتاخد خمس ورقات وانا خمس ورقات. لا لا لا، انت هتختار من هنا. مالها دي بايظه؟ لا دي اقرب لك. ماشي ماشي. كم كتير؟ دول أربعة. هاخد واحدة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قفشتك انت بتغش؟ لا ثانية واحدة، انت ليه مصمم على الورقة دي؟ انت معلم الورق؟ لا لا والله والله. انت معلم الورق؟ لا خلاص يبقى تقرا ورقة. تقرا ورقة كنت ساكت. معلم ورقة ايه؟ انا اللي مظبطها. انت في حاجة فيك؟ اقرا أول ورقة. أول مادة فيزياء؟ كمبيوتر. ايه الحظ ده؟ ألماني؟ مبروك يا سعدوني. بس بقى الماني ازاي؟ ده انا في حاجات في اللهجه المصريه ما بعرفش اقولها. ما جوجل ترانسليت بقى ومشي حالك. جوجل ترانسليت. رياضه. حلو، رياضه ظريفه. ممكن اخلي العيال تلعب كوره في مدخل السنتر. ايه ده ايه ده؟ الرياضه دي اللي هي حساب المثلثات، هندسه فراغيه، تفاضل وتكاتل. ايه ده ايه ده؟ ولا عصفوره، مش الرياضه دي اللي هي 1 2 3 4 هوبا 2 3 4؟ لا هي 1 2 3 4 بس. هوبا دي العاب. لأن أنا حذرتك قلت لك الرياضة دي اللي هي ماس. ماس؟ ده أنا هفرج عليك الماس. مازو الورقة دي غلط فيها مادتين، مكتوب إنجليزي وفرنساوي مادة واحدة. ملزوقين. ما هو الإنجليزي والفرنساوي مادة واحدة، هو في تعديل الفيفا الجديد عملوه مادة واحدة. ما أنا برضو طالع لي عربي وقواعد نحو. إيه ده؟ هو العربي وقواعد نحو دي مادة ودي مادة؟ أنت هتدرس المواد دي وأنا هدرس المواد دي، باقي المواد بقى عصفورة هيدرسها. أنا هدرسهم ازاي؟ انا عندي مدرسه الصبح اصلا. ما انت هتروح المدرسه الصبح على انك طالب، وتيجي بالليل السنتر على انك مدرس، وتدرس لنا الحاجات اللي خدتها في المدرسه الصبح. ايوه يا مستر. ايوه ايه يا مستر؟ في عصفوره، ده انا كبرتك وخليتك تحضر الاجتماع وجبت لك شاي. حاضر يا مستر. ماشي، الف مبروك يا عصفوره، ينتظرك مستقبل حالك الظلام. يلا بينا. يلا حبيبي، ان شاء الله هنطلع حته جيل. اتفضل اتفضل. يلا اتفضلي. اتفضل. جغرافيا، علم تشريح، بسم الله الرحمن الرحيم، دين، ده انا مش حافظ الفاتحه.